إذن مشاهدينا، كان هذا عرض سريع لأهم ما تناولته الصحف والمواقع عن تراجع وانهيار الاقتصاد القطري. أما في هذه الفقرة فنسلط مع حضراتكم الضوء عن أبرز ما تحدثت عنه الصحف بشأن تركيا. نبدأ معكم الآن هذا العرض بموقع مونت كارلو الدولي. تركيا تواجه انتقادات حقوقية وتحديات خليجية لجذب الاستثمار الأجنبي. وإلى الرأي الكويتية، حيث قالت في أحد عناوينها أيضا عن الشأن التركي: تركيا تهاجم ماكرون وتشبهه بالديك الصياح بعد انتقاده سجلها في حقوق الإنسان. ومن الرأي ننتقل إلى وكالة الأنباء الكويتية أيضا، والتي قالت في عنوانها والذي أتى في قسم الشؤون السياسية: تركيا تنتقد تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن سوريا وحرية التعبير. وإلى ميدل إيست أونلاين، والتي أيضا قالت في عنوانها: تصعيد تركي ضد ماكرون ينذر بأزمة دبلوماسية مع فرنسا. وإلى أخبار اليوم، والذي تحدثت أيضا عن حقوق الإنسان في تركيا، وقالت على لسان حافظ أبو سعدة: تركيا من أسوأ 4 دول في العالم في مجال حقوق الإنسان. وأيضا إلى زمان التركية، والتي قالت: دراسة ألمانية: أردوغان يبتز أوروبا بالمبالغة في أعداد اللاجئين السوريين. ومن زمان التركية ننتقل إلى اليوم، والتي قالت على لسان نورديك مونتور: أردوغان مول داعش عن طريق النفط. وإلى العين الإخبارية، والتي أيضا ما زلنا معها في الشأن التركي، حيث قالت: بعد تدني شعبيته أردوغان يتجه لخفض نسبة الفوز بالرئاسة. وننتقل إلى الوطن، والتي أيضا قالت في عناوينها: وزير تركي سابق يقول أردوغان مستمر بدعم الإرهابيين في سوريا. وأخيرا في عرض أهم ما تم تناوله عن الشأن التركي، موقع دوت مصر يقول أو يقوم بالحديث عن الفيديو المسرب لأردوغان، والذي قال فيه تسريب صوتي يؤكد دعم تركيا لجماعة بوكو حرام الإرهابية. We'll be right back.
Thank you.